الآن كان على إنجلترا بدورها من الفرق البريطانية أن تخوض مباراة فاصلة أمام منتخب الاتحاد السوفيتي في مدينة غوتنبرغ. لقد تقدم بيتر برابروك وصوب على القائم من مرمى ليفيا شين الحارس السوفيتي العملاق. هذه هي كرة أخرى على القائم، والدفاع السوفيتي يصمد أمام الهجوم الإنجليزي. واصلت إنجلترا بالقبصان البيضاء تقدمها وصوبت كرة داخل الشباك مع مطالبة من السوفييت بوجود لمسة يد. هجمة أخرى للمنتخب الإنجليزي وظلت النتيجة متعادلة سلبية بعدما رفض الحكم الاعتراف بذلك الهدف. واصلت إنجلترا الهجوم، لكن الفريق السوفيتي الذي كان قد تعادل مع إنجلترا في المباراة السابقة بهدفين لهدفين أدرك أن بإمكانه أن يهاجم وأن بإمكانه بالفعل أن يسجل هدفا كما فعل هدى عن طريق اللاعب إيلين الذي أحرز هدف التقدم والذي بدا كافيا لتحقيق الفوز المنشود. هكذا تأهل الاتحاد السوفيتي وأقصيت إنجلترا من المنافسة، وبذلك اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور ربع نهائي، وكانت أولاها مباراة أيرلندا الشمالية مع البرازيل في مدينة غوتنبرغ.